السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ هانين، كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الماسك زوينه البنات بزاف، وكينقي لنا البشره ديالنا وكيحيد منها داك البقعات السوداء اللي كيكونوا في الوجه، وكيصفي لنا البشره ديالنا. هاد الماسك البنات زوين بزاف. كنحتاجو فيه، عندنا هنا لفت سلقتها وخليتها حتى بردات، شفتوا؟ خليتها حتى بردات، يعني حتى نشوف هاد الماء ديالها بقى فيها واحد الشويه، حيت ما درتش فيها بزاف، درت لفته صغيره وحده وخليتها حتى بردات. وغادي نخلط معاها، عندي هنايا مايزينا وفرماجه وحده، معلقه ديال المايزينا وفرماجه. المهم غادي نطحنوا هاد اللفته البنات اللي سلقت، غنطحنوها وديك الساعه نرجع معاكم. كيف كتشوفوا معايا البنات، راه طحنت اللفت، هذيك اللفت طحنتها هي، وهذاك الماء ديالها ما كنلوحوش، كنخليه حيت غادي نحتاجوه الا جاتني الا جاني هاد الماسك نشف ولا شي حاجه، نزيد عليه شويه ديال الماء اللي سلقت فيه هاد اللفت هادي. دابا البنات غادي نخلطوا الماسك ديالنا ونرجع معاكم، حيت ما كنقدرش نصور فيديو يعني ونوريكم الطريقه كيفاش كنصايب هادشي، يعني كيفاش غنطحنو وكيفاش غادي نخلط، حيت ما كنقدرش، عندي كنصور باليد وحده وكنشد يعني كنشد التليفون باليد وحده وكنوريكم، يعني كنخدم باليد وحده، ما نقدرش كيفاش غندير، ما عنديش اللي غيشد ليا التليفون باش نصور، وباقي ما شريتش هذيك اللعيبه اللي كتشد بها التليفون باش تصوري على خاطرك. ان شاء الله من بعد غادي نشريها ان شاء الله، ونولي ديك الساعه نوريكم كلشي يعني كلشي بالتفاصيل، يعني ما نقطعش الفيديو نعاود نصور عاود ثاني، غيجيني داك الشيء يعني بحال كوك ساهل. دابا غادي ندير الفرماجه هنايا وندير هاد النشا، هاد مازينة هادي البنات، هاهي غادي نديرها وغنديرهم مع اللفت هادي ونخلطو ونرجع معاكم ونوريكم كيفاش غادي نديرو. هذا هو الماسك، كيجي بحال هاد الشكل البنات، كيجي زوين. خلطتو ودرت فيه داك الفرماجة ودرت فيه النشا، ما درتش المعلقة كاملة حيت بغيت ندير يعني غير القياس اللي غندير لوجهي، ما غاداش نضيعو. الا كنتو نتوما شاطر لكم من شي حاجه، تقدروا ديروا في الثلاجه حتى الغد لا عاوتاني وتعاودوه، ما غيخسر ما والو. انا بغيت غير ندير القياس اللي غندير انا دابا وصافي. المهم زدت عليه واحد الشويه من هاد الماء ديال اللفت، شويه ملي جاني ناشف وخلطته، كيجي بحال هاد الشكل البنات، كيجي زوين زوين البنات، راه واعر اللي كيبان لكم. نشف كديروا بحال التبريمه، كتبرموه يعني كتبرموه في الوجه ديالكم. هاد الماسك البنات والله حتى زوين 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 واعر، جربوه البنات راه ما تندموش عليه، وتقدروا ديروا حتى اليدين ديالكم، اليدين والوجه راه كيبيض البنات، وما